قالت عائشة رضي الله عنها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طبق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اقتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اتخذوا، الفعل اتخذ من أفعال التصيير وهي تحتاج إلى مفعولين، يعني صيروا ماذا؟ قبور أنبيائهم مساجد.